بيت القاسم علوان اللهيبي. تحياتنا للشاعر قاسم علوان اللهيبي الشيخ محمد المبدع. بعد ما انتهت زيارة الأربعينية وفلش الموكب وخلص، شاف الشارع فرق ما بي زوار. التفت للشارع قال له، قال المن بعد يا عين ظليت تربين، المن بعد يا عين ظليت تربين، وحش الطريق خلاف زوار الحسير. الله جميل جدا. الله الله. اكو بعد بيت له هو ابو علي. اريد بيت واحد احنا لان طب. وقت المسابقه والله يسمح به الوقت، خذ له صدر بيت. يا الله بس ما خبرتك انا ما اكتب إذا ما تكتب أنت تنطينا بيت حفظ. هي يا أخوي اقرأ إلى سيد، اقرأ إلى سيد ما يحفظين السابر يا ها؟ اقرأ إلى تليفون. أنطيك تليفوني تحفظا على المسابقة وأمانة المسابقة. نعم اقرأ إلى سيد. إي اقرأ لك. عوف التليفون اقرأ إلى يعني أكتب لك أنا؟ هات فضل، هات تليفون، تفضل على المنصة. لو رحت ما وصيك خلي لي تذكار كتبته يا ابو علي الهديباوي. يلا اكتب خلي لي تذكار بدل الوقت يا ابو علي الهديباوي. ها نعم. لو رحت ما وصيك خليلي تذكار منك اريد جرود خليلي بالدار. جميل. الله. الله. الله عليك. جميل جدا. جميل. جميل جدا. جميل. احسنت يا ابو علي الهديباوي. هذا نقالك بابياتك الثلاثه. انا هم اريد نقالي. اي نعم. يعني اعزائي المشاهدين حفاظة على خصوصية المسابقة نسحب نقال المتسابق ونعطي غير نقال على مود يكتب به. احسن سيدي. الله يحفظكم. اقرأ لنا ثلاث ابيات. صار سيدي. بيت رثاء السيد جاسم الطويرجاوي. احسنت. رحم الله سيد جاسم. يقول اقول مو ناع واحد مات كان ميت ديره. نعم. مو ناع واحد مات كان ميت ديره وهدمتك يا طويريش كلش كبيره. الله الله عليكم. الله 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 عليك. من كربله وللشام دم تجري العيون، من كربله وللشام دم تجري العيون، الحكي اليوجع كان مو طق المتون. الله اكبر. الحكي اليوجع كان مو طق المتون. الله. اخيرا اقول ينكسر ظهرك ليش وتظل بالمطال، ينكسر ظهرك ليش وتظل بالمطال، يا المات اخيك موت المن بعض ضال. الله جميل. الله جميل. الله جميل. الله جميل. الله الله الله. وعلى الهديباوي تأهلت ويانا للمرحلة الثالثة إذا كان تعليق من اللجنة الكريمة. وعلي حياك الله. خليت كلمة خليلي بالعجز وهي موجودة أصلا بالصدر يعني، فهاي يعني ما أخذ طبعا. أنت تحسب لك ارتجلت البيت ارتجال ارتجال سريع جدا إن شاء الله. إيه نعم. هاي تحسب لك بس لو مخلي كلمة مكان كلمة خليلي حتى هذا التكرار يعني. كلمة مطالبة أحد الأبيات مو حلوة. قراءتك جميلة، أتمنى لك التوفيق. أبو رياض مو عندي أي ملاحظة. حسن أبو الحديد. بيت بحق سيد جاسم الطويرجاوي هذا فقيدنا يعني. بيت جميل ارتفاعته جميلة وإضافة ارتفاعته جميلة من هذا الشاعر، ونتمنى لك كل التوفيق. كل التوفيق يا أبو علي الهديباوي، ننتظرك بالمرحلة الثالثة إن شاء الله. شكرا.